طبعا زي ما قالت لبنى، النهاردة يوم غير عادي، في تحدي من المصريين اللي خرجوا، ما همهمش اللي حصل امبارح، ما همهمش التفجيرات، ما همهمش العنف والإصرار على ارتكاب الأعمال العنيفة والإرهاب من جماعة الإخوان، لكن الناس خرجوا وكأنهم بيؤكدوا رغبتهم في الحياة. يعني في ناس خرجت إنها يعني بتقتل الناس وبتموت الناس وبتخوف الناس وبترهب الناس، لكن معظم الناس المصريين الأصليين خرجوا علشان يؤكدوا رغبتهم في الحياة، يؤكدوا على هوية بلدهم وعلى استمرار خارطة الطريق وعلى تنفيذ جميع خطواتها.